الأسئلة وبعض المداخلات اللي قيم التي تتحدث عن أساس احتسابي. اليوم الدراسي اللي هو بطبيعة الحال اضطروا أساتذة ودكاترة جامعيين ومفتشي شغل من أجل الخروج بتوصيات مهمة من شأن النهوض بأوضاع هذه الفئة ورفع الحصار المضروب على المطالب ديال الفئة أيضا. بطبيعة الحال القطاع هذا كيعيش قمة الهشاشة، كاين عدة مخالفات، عدة تجاوزات في قانون الشغل سواء تشريعيا أو تنظيميا. فئة اللي كتعيش يعني قمة الاستغلال من طرف شركات الحراسة الخاصة والشركات المناولة. للأسف الشديد هذه الشركات هذو يعني كيستغلوا هذه الفئة في ساعات العمل اللي غير قانونية. بطبيعة الحال كتجاوز 12 ساعات العمل في اليوم، أجور اللي ما كتعداش 2000 درهم، يعني أجور زهيدة، ما كاينش استقرار وظيفي، كيضطر تعسفي في أي لحظة. يعني كاين عدة مشاكل وإكراهات اللي كتعيش هذه الفئة هذه سواء حراس الأمن الخاص أو عاملة نظافة والطبخ. كما كتعرف أن عاملة نظافة كيتخلصوا ب 700 درهم، عاملة الطبخ كذلك في مؤسسات تعليمية. يعني احنا كنشوفوا ان اكثر التعسفات كيعيشوا هذه الفئة اللي هما كيشتغلوا في اطار صفقات عمومية يعني تابعين مؤسسات الدولة. وهذا هنا كاين واحد الخرق سافر لقانون الشغل، ما كاينش تتبع على جميع المستويات من طرف الوزارات الوصية او الجهات المسؤولة او المؤسسات العمومية. يعني كاين عدة تجاوزات اللي احنا من خلال هذا اليوم هذا كنحاولوا اننا يعني نسلطوا الضوء على هذه المشاكل هذه ويكون واحد نقاش مستفيد وخروج توصيات مهمه اللي من شأنها انها يعني نرفعوها لجميع الجهات المسؤوله. وكنتمناو يكون يعني تدخل عاجل وفاعل من طرف الجهات الوصيه. للاسف الشديد حنا كنلقاو وعود، لكن كنلقاو وعود اللي هي يعني ما كتكونش يعني وعود كاذبه ان صح التعبير. والدليل ان اليوم يعني حتى الوزاره تخلت على الحضور لانها كان مزمع انها تكون حاضره معنا اليوم في هذا اليوم الدراسي، لكن للاسف ما كانش الحضور ديالها وكان الغياب بدون توضيح او تبرير. وهذا يعني يسجل لوزاره الشغل لان هي الوزاره الوصيه على هذا القطاع هذا. العمال الحراسه والنظافه والطبخ يمكن نقولوا انه راه عموما ما يعانونه هو ما تعانيه عموم الأجراء والطبقة العاملة بصفة عامة، ولكن تحديدا أن هذه الفئة حقيقة أصبحت حديث الجميع، حديث أفراد المجتمع برمته نظرا للحقوق المهضومة ونظرا للظروف التي يشتغلون فيها، رغم بطبيعة الحال وجود قانون اللي هو بطبيعة الحال مدونة الشغل واللي تحديدا الكتاب الرابع المعنون بالوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء. القانون مدونة الشغل وهذا الكتاب الرابع يمكن نقول بأنه في مقتضياته قانون ناجع ورائع رغم الأصوات التي تنادي بتعديل المدونة. هذا دليل على أن هذا الكتاب الرابع في حد ذاته أنه قانون ومقتضيات قانونية ناجعة ومقتضيات قانونية ملزمة لهذه للمقاولات أو المشغلين الذين يشتغلون في هذه الأصناف المهنية اللي هي الحراسة والطبخ، ولكن لا تحترم. لا تحترم لماذا؟ ليس لعدم وجود الأجهزة أو لضعف الرقابة، وإنما لغياب إرادة سياسية حقيقية من أجل احترام القانون بصفة عامة. لأنه تلقوا بأن ليس فقط المشغلين ديال القطاع الخاص، بل تجد بأنه حتى الدولة كمشغل كطرف الذي هو متواطع ومتورط في هذه الانتهاكات. إذن هذه معضلة التي تعيشها هذه الفئات هذه. إذا كانت الدولة من خلال الإدارة العمومية والشبه العمومية كتنتهك الحقوق الشغلية فهذا موضوع يثير الاستنكار ويثير الاستغراب ويثير الاشمئزاز.
إذا هذه حقوق إنسانية، حقوق شغلها التي يجب أن تحترم، ويجب على الدولة أن تعطي المثال في احترامها. للأسف تلقى الدولة متورطة ومتواطئة في خلق هذه القانون لأنها مشغلة، وأن خلق القانون يتم من طرفها وعلى مرأة ومسمع من قبلها.